Okay, so now we move to third objective. وصلنا إلى الهدف الثالث وهو حل التمرين الثالث من كتاب النشاط من الصفحة 13 to exercise 3 activity book page 13. نعم التمرين الثالث نعم يطلب التمرين الثالث منا complete the dialogue أكمل الحوار with used to مع used to يعني باستخدام used to or didn't used to اعتاد أو لم يعتاد or would أو would sometimes both are possible أحيانا يكون كلاهما أو أحيانا كلاهما ممكنا يعني اثنين صح ال would وال used to كلاهما صحيح يكون هذا ممكنا متى عندما يكون لدينا الفعل بعدهما فعل نشاط ولا حركة عفوا فعل نشاط أم فعل جامد أو حالي أستاذ فعل نشاط فعل نشاط أحسن عندما يكون بعدهما فعل نشاط action يعني فكلاهما صحيح أما إذا كان state فعل حالة يعني يكون اليوست هو الأفضل نعم الحوار الآن بين زينب وغراند ماذر زينب والجدة نعم نبدأ الحوار غراند ماذر يعني يا جدتي you live in this town يعني نعم تقول زينب يا جدتي أنت اعتدت أن تعيشي live in this town في هذه البلدة when you were a child عندما كنت طفلة what was it like then ماذا كانت تشبه then يعني في تلك الأثناء have things changed much have things هل الأشياء changed much تغيرت كثيرا yes اوكي يس سارة فهد تفضلي يس سارة نعم استاذ used to لان بعد ليف يعيش وهو فعل جامد برافو احسنت اذا نختار used to اعتدت ان تعيشي لان فعل ليف يعيش فعل جامد اوكي ياتي بعده used to او ياتي معه او قبله used to يس ثانك يو ماتش اوكي Now, grandmother, الجدة. Yes, they have. نعم تغيرت. يعني أسأل آخر شيء هل الأشياء تغيرت؟ فجاوبت أو أجابت الجدة نعم. They have. نعم تغيرت. We have a cinema or a sports center. يعني لم يكن لدينا لم نعتد أن نمتلك سينما or sports center أو مركز رياضة مركز رياضات. Like we do now. كما نحن الآن. Yes. ماذا نختار في اوكي في الفراغ الثاني yes. رويدة خالد برافو احسنتي didn't use to لم نعتد ان نمتلك سينما فهنا حسب السياق نختار didn't use يعني قديما ما كان في سينما وما كان في مراكز رياضات اوكي فنقول didn't use to اوكي حسب المعنى حسب السياق الذي يفيد إما الإثبات أو النفي تمام إذا نعم في الجملة نعم التي تليها so in our free time إذا في وقت فراغنا we play اعتدنا أن نلعب imaginary games ألعاب خيالية yes فراغ الثالث yes هيفاء what بتصير الود وبتصير إيش كمان يا هيفاء used to يعني في عنا الفعل play يلعب هذا فعل إيش نشاط ما هيك فعل نشاط قلنا مع الفعل نشاط يأتي اليوز تو والود نعم أوكي. نعم أحسنت طيب every day كل يوم for example مثلا نعم تتابع الجدة الكلام إذا اعتدنا نلعب ألعاب خيالية imaginary games every day كل يوم for example مثلا we dress up اعتدنا أن نلبس and pretend we were نرتدي الملابس and pretend we were living long ago And pretend to نتظاهر بأننا كنا نعيش منذ زمن طويل long ago. طيب في عنا الفعل dress up يرتدي أو يلبس هذا أيضا فعل نشاط. أوكي فعل نشاط. Yes فاطمة شادي تفضل yes فاطمة. I was. Used to وبتصير كمان إيش؟ Would. تصير أستاذ التنتين. تصير used to وبتصير. صحيح أحسنت. إذن used to والود صحيح تنتين إذن كون الفعل dress up يرتدي أو يلبس فعل نشاط فأنا أخذ used to والود كلاهما صحيح أو ممكنا أوكي الجملة الخامسة That be our favorite game تلك كانت
لعبتنا المفضلة. يعني اعتادت أن تكون بي، لاحظوا بي our favorite game، لعبتنا المفضلة. نعم يس بوثينا. نعم نعم صحيح يوستو، صحيح. إذا يوستو بي our favorite game، تلك اعتادت أن تكون لعبتنا المفضلة. And sometimes وأحيانا we take، اعتدنا أن نأخذ take a table outside، أن نأخذ طاولة للخارج أو خارجا. يس أوكي. طبعا فعل تيك فعل نشاط. يس علا. يس علا فايز. used to. نعم. أحسنتي. نعم used to بتصير أيضا الود. used to or would. turn it upside down، نقلبها رأسا على العلاقة بأن تريدين إتواز الشيب، ونتظاهر بأنها كانت سفينة sailing to another country، تبحر إلى بلد آخر، إلى بلد آخر. so although we didn't have entertainment، إذا على الرغم أننا لم يكن لدينا المتعة، we have a lot of fun anyway، كان لدينا الكثير من التسلية على أي حال. we have. نعم ماذا نضع في الفراغ الأخير؟ yes يا راما. used to. used to. نعم أحسنت. إذن فعل الفعل have، لا ننسى الفعل have فعل جامد مثل be، live يعيش، miss want، هاي أفعال طبعا تأخذ used to. تمام. إذن we used to have a lot of fun anyway، فدنا يكون لدينا الكثير من المتعة أو التسلية على أي حال. Okay now we reach the end of exercise 3، وصلنا إلى نهاية التمرين الثالث. طيب سؤال assessment، سؤال تقييم بشكل سريع. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. grandmother you used to would live in this town when you were a child، ماذا نختار؟ you used to would. نعم بهذا الشكل يأتي في الامتحان والله أعلم. used to or would live in this town when you were a child. yes ميناس. does used to. برافو أحسنتي used to. نعم أحسنتي. نعم إذا used to live، اعتدت أن تعيشي، فعل live فعل جامد فيختار used to.